السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سعيد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله. إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش ديما كيوصلك الجديد ديالي. ما تنساوش الإخوان شي لايك تشجيع شي تعليق زوين، أي تساؤل عندكم على تربية الدجاج البلدي خليوه لي في التعليق. كنشكر كاع الناس اللي كيتابعوني والناس اللي كيدعموني والناس اللي كيخليو التعليقات الزوينه ديالهم، كنشكركم بزاف جزيل الشكر. اليوم الاخوان راه جيت لكم فيديو جديد، استغل الفرصه في هذا المشروع ينقذك من الفقر. راه فعلا الاخوان استغل الفرصه في هذا المشروع راه يقدر ينقذك من الفقر يا اخي يا اختي. هذا المشروع راه زوين، راه سبق لي انا درت تجربة فيه وشفت شني كاين. غير العدد اللي كنجمع ديال البيض باليوم الاخوان راه ما توقعوش. شاهد معايا الاخوان، شاهدوا معايا الحصيله اللي غنجمع اليوم من 100 دجاجه، واش تشوفوا شحال كتبيض لي من يوم في اليوم من بيضه. انا خدمت بزاف ديال الخدمات هذا، راه ما تقوليش حتى عملت هذا المشروع ديال الدجاج البلدي، راه صدق لي مزيان، راه كان عندي فيه مدخل مزيان. بعض الناس كيشتكوا كيقول بان المدخل فيه ضعيف جدا وما يمكنش هذا تربح منه هذا المشروع. لا العكس الاخوان، ديروا تجربه راسكم ما تسمعوا الكلام الاخرين. شاهدوا معايا انا شحال غنجمع من بيضه في يوم واحد من 100 دجاجه. تابعوا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا النتيجه. نبدا بسم الله في اول عش. واحد جوج، غادي نجمع لكم جميع العشاش باش تشوفوا 100 دجاجة شحال كتبيض لي في اليوم. خمسة ديال البيضات، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. نمشيو بلاصة أخرى، العشاش الآخرين. حداش، اثناش، تلتاش، اربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، تمنتاش، تمنتاش، تسعتاش، عشرين، واحد وعشرين. واحد وعشرين. اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين. تابعوا معايا الإخوان الفيديو الأخير باش تشوفوا النتيجة. أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين،
28 نمشيو العش آخر. ستة وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، هانتوما الإخوان كما شاهدتو معانا سبعة وثلاثين بيضة في هذا اليوم. 37 بيضة، الانتاج راه ضعيف شوية الايامات، لكن دابا فوق الاخوان راه كيتحسن، كيولي ممتاز، كيولي حتى 50% وكيفوت 50%، واخا النتيجة دابا ضعيفة شوية الحمد لله راه الخير، هادشي انا كيجي لي، لكن كاين بعض الناس كيقول لك بانها ضعيفة بزاف، اما بالنسبة لي انا ما كنقولش ضعيفة، راه النتيجة مزيانة. راه هذا المشروع الاخوان الواحد اللي هو فقير جدا يمكن له يدير هذا المشروع، راه يولي شويه يتحسن في الحاله الماديه ديالو. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.